الفن يمسح عن الروح غبار الحياة. ابن مصر في هذه الحلقة الفنان القدير والمذيع الموهوب الأستاذ سمير صبري. تعلمت قيمة احتضان الكتاب وان الكتاب ده يبقى معاك. كان حظ حلو ان انا اشتغلت مع الأستاذ فؤاد اللي حبيني جدا. غنى للدنيا سكر حلوة الدنيا سكر. سكر ولا الدنيا سكر ليلى يلا نفرح ليلى. Lovely how the world is lovely leave now and tell me you love me. كان أول مذيع يذهب لخط بارليف بالكاميرا. الكاميرا دي تفضحك لو ما انت الصادق. أستاذ سمير صبري شاهد على العصر. ابن مصر الأحد السادسة مساءً على شاشة المحور.